السلام عليكم متابع الكرام. اخيرا عودت المتعه الكرويه والدوري الفرنسي باللاعب ديالنا اشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان في مباراه اليوم. عندي لكم تشكيله الخوت وعندي لكم لقطات اللي من الصناعه ديال اشرف حكيمي خصوصا الهدف الاول. المهم الخطله بالدواء عبد البصح تبعوا حتى الاخر حيت عندي بزاف ما نقول لكم. نبداو بالتفاصيل والتحليل ديالنا. باريس سان جيرمان دخلت بهذه الخطه دي ناقص العديد من اللاعبين بحال ميسي ونيمار، لكن كان هنالك مبابي وحكيمي وايضا لعب دوناروما اول ماتش ليه انتداب جديد والحارس المخضرم الايطالي. باريس سان جيرمان دخلت بدون مقدمات ولعبات على الهجوم حيث انهم صنعوا العديد من الفرص خصوصا لاعب مبابي اللي كما كنقولوا برزط مدافعين ديال كليرمو. حكيمي في الثاني او الثالث طلع عليه قدر يصنع الهجمه بحيث انه راوغ اللاعب كما كتشوف في اللقطات ديالنا، راوغ اللاعب وتيراها كتمريره لكن الحارس دخل وبالتالي رجعت اللاعب وصل ميدان اريرا وضرب بالراس كملها، يعني كان عنده الحظ وكان ايضا متابع الكره. ونفس البلان طرا ليه في الهدف الثاني بحيث نفس المنطقه جا اليوم هنالك تنشيطه ديال الحكيمي، مبابي راوغ اللاعب وقدم تمريره لكن المدافع ديال كليرمو تدخل وبالتالي شكون ضربها؟ ارير. نفس اللاعب يسجل الهدف الاول سجل الهدف الثاني، يعني كان مزاره ولكن لا متابع وهذا هو متوصل الميدان الحقيقي كيتابع الكره داخل كاردي زويج. حكيمي برصت ليه المدافعين ديما طالع من جا اليوم كي راوغ بطريقه سهله بحيث انهم ناقصين على المستوى الدفاعي، لكن من بعد ما سجلوا هدفين باريس سان جيرمان بداو كيرجعوا للور باش يحافظوا النتيجه ديالهم وبداو كياخذوا احتياطات، هذاك الشيء اللي خلى كليرمون ضغط عليهم لكن بدون نتيجه، وبالتالي المباراه تقريبا كانت سهله بالنسبه لباريس سان جيرمان رغم الغيابات. ميسي كان حاضر فقط المدرجات. الميطه الثانيه بقى الاستحواذ ديال باريس سان جيرمان وبغاو يسجلوا اهداف اخرى، هذا الشيء اللي تاثر عليهم عن طريق اللاعب مبابي، بالتالي المباراه كانت نوعا ما انتهت في الشوط الاول، عرفوا يحافظوا النتيجه ديالهم باريس سان جيرمان وهذا الشيء اللي باغي الدوري الفرنسي الصداره الفوز الخامس على التوالي، وبالتالي مبروك الحكيمي والباريس سان جيرمان ونتمنى له كل خير في قادم المباريات.